بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا هاء الضمير اللي مرت معنا بمد الصلة هو إنه مثلا أو به، هذه الهاء أيها الإخوة خليك معي شوي لو سمحت، هذه الهاء هي هاء مضمومة هو، لكن مع مرور الزمن وبسبب ميل الإنسان إلى السهولة في النطق صارت العرب إن أتى بعد هذه الهاء اللي هي هو، إن أتى قبلها يا ساكنة بدل ما يقولوا هو يقولوا هي، يعني بدل ما يقولوا في هو شو يقولوا في هي. هلأ أسهل على الواحد يقول في هي يتابع بنفس الاتجاه، ما هيك؟ بينما في هو انتبهنا واحدة نازلة واحدة طالعة. كذلك الأمر إن كان جاء مو يا جاء بنت اليا، مين بنت اليا؟ الكسرة بي هو بهي، أنه أسهل به. فمع مرور الزمان صاروا العرب إن جاء قبلها الضمير يا ساكنة أو كسرة بدل ما ينطقوها مضمومة شو ينطقوها؟ مكسورة. بقي كام كلمة، بقي كام كلمة على الأصل، شو الأصل؟ الضم. منها أنسانيه مثل عليه الله، مثل قراءة يعقوب وحمزة عليهم غير المغضوب عليهم، هذه على الأصل مع أنه قبلها ساكنة، أليس كذلك؟ يعقوب بيقول فيهما بدل فيهما، هذا كله على الإيه؟ على الأصل. شو الأصل؟ الضم. لما نزل القرآن هكذا كان وضع العرب، هاء الضمير إن قبلها كسرة أو ياء ساكنة شو بيعملوا فيها؟ بيكسروها. إن قبلها غير ذلك بيضموها. واضح أخواني؟ هذا هو الواقع اللهجي لهاء الضمير في زمن النبوة وزمن نزول القرآن. طيب كيف كان العرب يعاملون هاء الضمير هذه من حيث الروم والإشمام، يعني الوقف بالروم والإشمام؟ بعض القبائل كانوا لا يجرون الروم والإشمام أبدا بمين؟ بهاء الضمير، يوقفوا بالسكون. وبعضهم بالعكس تماما يجرون الروم والإشمام فيهما مطلقا، وبعضهم كان يجرون الروم والإشمام فيهما في هاء الضمير، مو فيهما، في هاء الضمير يجرون الروم والإشمام في هاء الضمير إلا إذا كان قبلها ضمة أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، يعني الضمة وأمها والكسرة وأمها، تبهنا كيف؟ ما عدا ذلك يجرون الروم والإشمام. يعني مثلا من هو على هذا المذهب الأخير فيها روم ولا ما فيها؟ فيها، لأنه قبل منها لا واو ولا ضمة ولا ياء ولا كسرة. طب اجتباه على هذا المذهب الأخير فيها ولا ما فيها؟ فيها، لأنه قبل الهاء في ألف، والألف لا هي ضمة ولا هي واو ولا هي كسرة ولا هي ياء. إذن كم مذهب كان للعرب في الروم والإشماء بالنسبة لها الضمير؟ ثلاث مذاهب. مذهب يا أخواني علماءنا بيسموه المنع مطلقا، شو اسمه؟ قول احكي معي تجاوب. ومذهب اسمه الجواز مطلقا، ومذهب ثالث اسمه مذهب التفصيل. مذهب أيوة يمنعون عند الضمة والكسرة والواو والياء السواكن، وما عدا ذلك يجرون فيها الروم والإشماء. اللوحات ستبين ذلك. هاء الضمير هي الهاء التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر وتكون مضمومة أو مكسورة، نحو إنه على رجعه لقادر. إنه هذا مثال للمضمومة، رجعه هذا مثال لمين؟ للمكسورة. ولأئمة القراءة في دخول الروم والإشمام عليها ثلاثة مذاهب: أولا المنع مطلقا، اثنين الجواز مطلقا، ثلاثة مذهب التفصيل. ما هو مذهب التفصيل؟ لا يأتي الروم ولا الإشمام في هاء الضمير إذا سبقت بياء ساكنة أو كسرة أو واو ساكنة أو ضمة. الأمثلة: فيه وكتبه فعلوه يخلفه. واضح؟ الأربعة. ما عدا هذه الأربعة نحو
ويأتي الروم والإشمام في هذا الضمير سبقت بساكن صحيح فتحة نحو لن تخلفها أو ألف مثل اجتباه. إذن مذهب التفصيل كم صورة ممنوع فيها الروم والإشمام؟ 4. وكم صورة يصح فيها الروم والإشمام؟ 3. وضح؟ طبعا هذا الكلام كله للمتخصصين مو لصغار الطلبة. صغار الطلبة خليهم يوقفوا بالسكون ونحن ممنونين. تبهنا كيف؟ يعني ما حدثوا الناس بما يعرفون، هذا بس الكلام لأهل التخصص حتى يكونوا عرفانين الموضوع كيف كانت العرب تتعامل مع الحروف عند الوقف عليها، وهل روى القراء لنا ذلك أم لا. نعم رووه لنا بهذه الطرائق. ما واضح؟ كيفية الوقف على أواخر الكلمات القرآنية؟ إذا كان الحرف الموقوف عليه ساكن أصلي مثل من أو عن، هلأ كلمة من بكم طريقة نقف عليها؟ ارفع صوتك سمعني. طريقة واحدة شو هي؟ قول السكون المحض أو السكون المجرد. تبهنا؟ المحض بمعنى الخالص، والمجرد يعني المجرد عن الروم والإشمام. مثال من، كيف نقف عليها؟ بالسكون فقط. طيب إن كان عندي فعل مفتوح مثل كتب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب بكم طريقة نقف عليه؟ طريقة واحدة، ما هي؟ السكون، لأن الفتحة لا روم فيها ولا نعم. إياك نقف عليها بإيه؟ بالسكون فقط. طيب الكسرة مثل الرحمن الرحيم، الرحماني بكم طريقة نقف عليها؟ بطريقتين، بالسكون المحض وبإيه؟ وبالروم، بالسكون أو الروم. أما الضمة فلنا أن نقف عليها بالسكون المحض أو المجرد أو بالروم أو بالإشمام. نعبد إما بالسكون أو الروم أو الإشمام. هذا الجدول اللي بيحب يصوره يصوره، هذا بيلخص القضية كلها. طيب كيفية الوقف على الكلمات القرآنية المنونة؟ قلنا بأن العرب لما بيقفوا على كلمة منونة شو بيعملوا؟ يحذفون التنوين. الرفع كيف بنوقف عليه؟ مثل حكيم، يوقف عليه بحذف التنوين مع السكون أو الروم أو الإشمام. الجر مثل إيه؟ حاسد، يوقف عليه بحذف التنوين مع السكون أو الروم. أما المنصوب مثل عليما فيوقف عليه بحذف التنوين مع التعويض عن التنوين بألف. يلي بيحب يصور هذا الجدول يصوره. بهذا نكون قد تحدثنا عن مبحث الروم والإشمام في القرآن العظيم، ووقف بنا الحديث على الألفات 7. تحبون نوقف؟ طيب إذا نصلي ونعود فورا، أرجوكم العودة بعد الصلاة فورا لو سمحت. الاختلاس يكون في الحركات 3، في الفتحة والضمة والكسرة، مثل ما ذكرنا قبل الفاصل يهدي ويخصمون، هذا اختلاس بالفتحة. واضح؟ بينما الروم الذي يكون عند الوقف لا يكون إلا بإيه؟ بالضمة وبالكسرة، ولا يكون بالفتحة. فلو بناء على هذا التأصيل، ما لك لا تأمننا على يوسف، هل هو روم ولا اختلاس؟ الحقيقة اختلاس. ليه؟ لأنه في وسط الكلام أو في وسط الكلمة. واضح إخواني؟ بمعنى أن الجزء الباقي أكثر من الجزء الذاهب، يعني الباقي تقريبا 2/3 والذاهب هو 1/3، فهو في الحقيقة اختلاس، لكن جرت عادة المصنفين أن يسموه إيه؟ روما، تساهلا في العبارة. في شيء اسمه إخواني التجوز في العبارة، التساهل في العبارة. واضح؟ لذلك قال إمامنا الجزري في طيبة النشر: تأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحض ثرم. ثرم يعني أبو جعفر. أبو جعفر بيقول: ما لك لا تأمنا على، ما لك لا تأمنا، فيأتي بنون مشددة لا روم ولا إشمام معها. هذا المحض، المحض يعني المجرد. تأمنا أشم ورم لكلهم، إيش لكلهم يعني؟
لكل القراء العشر وبالمحض يعني وبالإشماء وبالإدغام المحض الإدغام الخالص ثرم. الثاء في كلمة ثرم رمز لمين؟ لأبي جعفر يزيد ابن القعقاع.